هذا بعتقد اسمه اتون، كانوا بس بدهم يعمروا من زمان البيوت، بيعملوا فيه مثل كلس، فكانوا يولعوا نار ويحطوا فيه طريقه معينه ليطلع حجار للعمار للبيوت. اتون انا شايف منه بغير مطارح، يعني بيستعملوه ليحرقوا فيه. الكلس بيطلع حجار. في هذا المكان الأشبه بفرن من طين يصنع الكلس العربي داخل بيت نار يسمى التون. بلدة معركة التي اشتهرت على مدى سنوات بإنتاجها للكلس العربي ما زالت حتى اليوم تحتفظ بعدد من أشكال التون المنتشرة في خراجها، لكنها أحيلت جميعها إلى التقاعد باستثناء تون واحد يعمل وفق الطلب. نحفر جورة ومنروح بنقي على حجر يكون سكري مش صويد ولا فرس، كمان بنجمعنا شي 15 ترل الدبش بالبطراك وبنشحفهم برا من عزلتهم وبنبلش عمر فيه، بلش نقبي فيه من تحت، ببلش وسيع بيطلع كيف الطابون شكله بحجاره، الله مش بحجاره، مش بحجاره على الحله، بيطلع بينتهي اخر الشيء بسمر واحد ومنولع عليه. اول شيء بنبلش بالخفيف، اول يوم كل ما حمل الحجر كل ما صار هيك النار زياده. انتاج الكلس العربي ليس بالامر السهل يقول العاملون فيه، وهو يحتاج الى ذوي خبره يتقنون بناء التون واختيار الحجاره المناسبه له، وهو يستخدم في اعمال ترميم الاماكن الاثريه وفي حمايه الاشجار ومكافحه عدد من الامراض التي تصيبها. ندعس على البلين لا حتى نقبل التون، بيجوا بنزلوا على البلين لا بس بكون دخلته مثلا سودي بكون بعده مش مستوي، بس الصد دخلة بيضاء بكون استوى التون، بيعرفوا انه صارت الدخلة بيضاء استوى التون صار كلس. ويشير الأهالي إلى أنه على الرغم من انتشار أصناف أجنبية منافسة للكلس العربي القديم، يبقى له زبائنه ومستخدموه ومصنعوه الذين توارثوا المهنة أبا عن جد.